Facebook, compte Facebook. Ou Hassou. Compte Facebook ou Hassou. والله حبيت كان تسمحوا لي نزيد نحسس بالنسبه للاعلام. بالنسبه لي هم الناس الكل تقول دور الاعلام لازم يكون محايد وكل شيء. انا نتاسف اللي قالته توا على خاطر صحيح اللي ماناش راهو في الاعلام التونسي معناتها تبنى القضيه هذه. وكان باش نبنيه معناتها كما قلت قيله ديمقراطيه لازم نحترموا الحريات ولازمنا نتكلم على الدين. لأن هو قاعد اليوم قاعد استعمال الدين واليوم لازم نقولوا اللي ثم استعمال الدين ولازم نقولوا اللي ثم حريات وثم حرية المعتقد وثم حرية نتاع عبد ينجم كيف احنا نحبوا نبنيو ديمقراطية ونتعايش ونحترموا مواطنة لكل شخص نحترموا حريته وحرية المعتقد نتاعو. وهذايا ما لازمش يكون كيفاش يقول سوجي تابو. ما يزموش يكون تابو. احنا كنا قل يخوفنا بن علي باسم والله ما نعرف عبد اشياء. اليوم ولو يخوفونا باش نكلموا باسم الدين ولا عادين وحتى تو الناس ولا تقول ما عادش نتكلم شنو معناتها هذا ملحد. ما نحكيوش الناس عندهم الحق باش يكونوا ملحدين في المجتمع هذايا. عندهم الحق حقهم. والناس عندهم الحق باش يكونوا وناخذ مسؤوليتي باش ونقولها. والناس عندهم الحق باش يكونوا لايكين ولازم نفهموا اللي حد لايكي ماهوش معناتها ضد الدين. تو احنا قاعدين نشوفوا معناتها ثم خلط وثم التباس وهذا استعمال معمول سياسيين معناتها باش نخلطوا الاراء الناس ونغلطوهم. ثم ناس لايكين وممكن مش مؤمنين وثم أغلبية الناس لايكين مؤمنين ويمارسوا دينهم ويمارسوا العقيدة نتاعهم حاجة تهمهم. معناتها يزينا هذه استعمال اليوم ولو يخوفوا فينا معناتها رجعنا للعهد القديم وأزمناه أكثر اليوم لأن خرجنا حاجة مقدسة ونغلطوا في الشعب التونسي على حكاية الدين. ولازمنا اليوم معناتها احنا كمناضلين مهما كانت العقيدة متاعنا نحترموا اللي يمارس دينه حتى بشدة كان ما غير عنف ونحترموا اللي عنده ما يقول على الدين ويتجنب. والصحافة زادة عندها دور باش تربي الناس خاطر هي شنو دورها هذا الصحافة هي تحسس وتقول الحقيقة. وانا نقول معناتها نقول كلمة يمكن ما تعجبش للصحافيين تربي زادة توعي الناس وعيهم. احنا اليوم مانيش قاعدين نراو في هذايا بكل صراحه معناتها بكل احترام. والمشكل نتاع جابر وغازي هذا دليل على هذا. معناتها ثم بعض اشياء نحكيو عليهم ونكبوهم ونعطيهم وقت اللي هي ونعاود نقولها ونوفى على هذا. هذه هي جات في معناتها في جابر وفي غازي. اما هي حاجه اساسيه باش نبنيو الديمقراطيه غدوه. معناتها فريمون سي ان بروبليم امبليماتيك. معناتها الموضوع هذايا واللي صاير لهم والقضيه هذه راهي قضيه مركزيه للمستقبل تاعنا. نحبوا نحترموا الحريات ونحبوا نبنيو ديمقراطيه على اسس صحيحه ونحترموا الناس ونمارسوا المواطنه تاعنا كيما نحبوا مش كيما قاعد صاير اليوم. وهذه معناتها دور كيما يقولوا كاتيام بوفوار راهو السلطه الرابعه راهي عندها دور مهم جدا. ولهذا ارجوكم معناتها جابر وغازي ما تنساوهمش انتوا كصحفيين واحكيوا عليهم بجديه وقناعه باش نجموا نخدموا الكل جميع المجتمع يقدم معناتها. صحيح الاعلام عنده دور اما اللي مخلي جابر في الحبس هو خبيث. هو فري اي اكسبريمي باغ اون بيغسون اللي هو يخوف فينا هو رشد غنوشي. الجور اللي رشد غنوشي من بعد الاكتيفيتي اللي عشناها هذيك الستينات اللي تلقى يسار وتلقى الماركس تلقى الشيوعي تلقى الزلام تلقى كل شيء يدوز دير كو حتى في البلاد دي ما عاد يتجرأ يقول انا شيوعي. سي بي ديكلاسيون دراجة غنوشي.
هذه هي سيدنا سمبول نتاع تراجع كبير اللي خلى احزاب سياسيه خلوا في الانتخابات ما عادش تدعي الجابر خاطر خايف يقولوا عليها كفره وملحده. يخلي جمعيات اللي تخدم وتتربيع في فلوس وغيره 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 مش معها عارفه باش تدعي على جابر. يخلي اعلام يخاف باش يدافع على جابر اللي هو كيف يتهرب بتاعي. يخلي مواطن عادي خايف ليدافع على جابر. دونك راهي كل مساله خوف. إذا كنت ترفع عن الخوف جسوية عندي جسوية فيها بلدات وحقي مش نعيش الكل جي ونقول زي حتى في القضاء لأنه القاضي اللي يحكم مش بالنسبة تستغلية بلا القاضي اللي يحكم زي يشوف تجمه في مجتمع خايف وفي مخ هو خايف ويسمع فيها ما كانوش إيش قاعد في حتى السياسي اللي كنا نحكي يسمع حساب سياسي إيش تقول مش تخاف القضايا كيف نين. إذا كان اليوم يتحكم 5 سنين جزء في الفوتوغرافية إذا كان يتحكم 5 سنين بوضوب على الأوردر الببليك فالكستيون دي الأوردر الببليك سي كستيون دي ديكتاتور باسكو مثلا حتى قانون في الدنيا ينجم يحددك شو معناها أوردر الببليك. الأوردر الببليك ينجم يمشي من شخص رئيس الفلسفة الإيديولوجيا الجزيران دي دروع. الأوردر الببليك سي تريفا كل قضية تحدد حد يخرج في الحبس يخرج في الخانة بتاع الأوردر الببليك. الدروب الدروب الببليك إذا كان حتى عمل ببليكاسيون avec 16 ans sur les pages Facebook تحكي 5 سنين pour le groupe d'ordre public c'est que vous êtes en train d'exécuter une dictature de mettre en place une dictature au nom de l'ordre public. Mais ce qui appelle au meurtre et à l'assassinat juste un mot là qu'il m'a dit vous rasi ou à peu près à l'extérieur de اللي قال لي غازي ولدي وجاي توا في الحبس على خاطر صدقوا بالرسمي هو اللي فساد الثوره في تونس. و الام جابر حكيت قالت لي وقت اللي المحامي اللي رفع عليهم قضيه كلموا من قبل في التليفون قالوا راه باش نعمل باش ندخلك الحبس نرجعوا. جابر اللي صدق اللي صار الثوره في البلاد قالوا البلاد مش على ذلك وما هوش باش يصير وانا حر ونعمل اللي نحب خسارة الثورة. واليوم معناتها نشوفوا معناتها 7.5 في الحبس ومن فوق من هذاك لا اعلام يساند لا احزاب لا شارع يتكلم لا مجتمع مدني جامد كيما كملوا كهو هذا اخر معناتها ملاحظه نقولها اللي بالرسمي وجعتني متصور توجع اي بالرسمي اما انه صار ثوره في تونس. J'aimerais commencer par rester pour ceux qui parce que ce que vous voulez dire est vrai et ça ne date pas d'aujourd'hui. Vous décidez un fait qui est arrivé vers les années 80, au début des années 80, à la cité universitaire. Il y avait un meeting de soutien avec nous, il y avait donc là, à la fois la gauche et puis il y avait des journalistes, etc. Et j'ai osé dire. J'étais laïque et que la question de la religion ne m'intéressait pas. Donc, ce qui m'intéressait, c'est une question de l'Église, etc. Et la réponse que j'ai reçue de quelqu'un qui était sur la rage, qui était un islamiste, c'était M. Rayati, le jour où vous arriverez au pouvoir, ou vous allez en prison, vous sortez du pays. Ça, je n'oublierai jamais, jamais, jamais cette réponse. C'est-à-dire, je soutiens Rayati, je soutiens Gère. C'est-à-dire, c'est une bonne pension, c'est-à-dire, ils sont, laissant athées, ils sont tout ce qu'ils veulent, c'est leur problème. Leur droit, leur droit. Le droit, c'est pas la loi, mais l'ordre public, et alors, ils sont des guillemets. Seulement, quand on parle de la presse, le journaliste n'a pas de pouvoir d'intervenir dans sa maison, sauf si, il y a plusieurs journalistes qui peuvent déterminer la ligne éditoriale. Quand c'est fini un papier et que le directeur de rédaction ou le rédacteur en chef dit non, on ne le dit pas, il a raison, parce que c'est de toute manière on ne vote pas, il a raison, puisque c'est lui qui détermine la ligne éditoriale. Donc il faut qu'il y ait une pression sociale, il faut qu'il y ait un changement de mentalité, il faut. Il y a vraiment tout un travail qui est sur la planche pour pouvoir arriver à ce que l'État soit un État de droit. Et que celui qui croit ou qui ne croit pas, c'est sa question. Il y a une phrase arabe, une locution arabe, qui dit qu'on cherche le genou grave. Chaque produit est tenu par ses pattes. Donc, la question, c'est que personne ne peut intervenir dans l'université. Merci. C'est toi. Bonjour, je vais te raconter de. Il y a un peu de
Pour répondre à votre question et pour conclure aussi, je rappelle ce qui va être fait. احنا قلنا نعملوا وقفة احتجاجية كل شهر باش نسميوها حركة 13 مارس. حركة 13 مارس باش نذكروا اللي هو نهار اليوم الوطني لحرية الانترنت اللي حطوا منصف مرزوقي نورمالمون. زهير يحيوي معناتها بالذاكرة زهير على ذكرة زهير يحيوي وباش وعندنا ان بروغرام باش يجي باش نعملوا باش نعملوا ستريت بويتري باش نعملوا تصاور شارع باش نعملوا حملات اخرين اكسسوا على فيسبوك ولا على تويتر وحملات اخرين مع جمعيات حقوقية باش ديما نذكروا بالحكاية متاع جابر معناتها بالعربي باش نقعدوا نخدموا مانيش نسكتوا على جابر حتى يخرج من الحبس كل شهر يوغا وقفة في نورمالمون احنا بدينا في بلاس باستر و اون كونت كونتينوي لابا كل شهر نهار 13 باش نعملوا وقفة وباش نذكروا بجابر هذايا في سيغ بخلاف اون فرا دوطخ اكسيون بونكتويل كون اي تفضل انا كواحد بروسيس من بابا سمعت بكر عندي اوردر وشيت في ليفالمون اللي فات سفرت برشا وعملت برشا في فيسبوك نحب نقول حاجه اني مع انسان في جبر مش 100% على جال قضيه الحريات خاطر عنده ما شاء الله انسان فيه على خاطره اتي خاطره نحس روحي بلاصه معناتها نجم تصير لي مشكله ونشد الحبس كيفو نجم نبارتاج تصوير على الفيسبوك نشد الحبس كيفو يعني قدر عادي نحاول نعاون جابر الماجري بالاشهار انا عندي اصحابي في استراليا اللي جاهم حطوا تصوير بروفيلاتهم في جابر خاطر حكيت لهم على الحكايه ويحبوا يعاونوا الانسان باي طريقه بعض الجوابات الانستيت تاع استراليا باش يعاونوا ويحاولوا يسندوا باي طريقه نحب نقول حاجه انه الحكايه هذه ماشي موت ديما شمعت نوصلوا فيها اني ما قلت ديما الوفات اللي احنا كنلقى وجبنا نوصلوا هسين دوسا جابر ما يجيش يقعد في حبس 7.5 هي بيحة على رئيس حقوقي طبعا مو حقوقي من عارش حكاية لازم جابر يخرج هي عار على حكومة عار على الله انه جابر يقعد في الحبس على فوتو تصويرة هي فضيحة ما صارتش وادعوا الملحدين واللينيين واللي يعرفوا اي حاجه اي نعرفش نبوت كوا يساندوا جابر يساندوا خاطر هما في خطر هما لازالوا ينجموا نهار يكونوا في بلاصه انا نحب نزيد حتى اللي يامن يلزموا يساند اللي ما يامنش لان هي حريته معناتها صحيح اللي انت قلته اما نحب نقول زيادة اللي يامن بالحريات لازم يدافع على حتى على انسان هو مظلوم لان هي حريته وعنده الحق باش يكون موجود وياخذ برايه ولهذا انا نزيد الطلب اللي هو عمله نقول حتى اللي معناتها مامنين كي يامنوا بالحريات لازمهم يساندوا جابر لأنه هو حقه باش ما يمش ونزيد نأكد اللي راهو الحاكم معناتها قلتها قبيلة ونزيد نقولها ما حكمش عليه باسم اللي هو ملحد ولا اللي عامله الفيسبوك لأن قال اللي في القانون في الدستور الحرية هذه موجودة وفي المواثيق الدوليه اللي سابقه على تونس ولهذا معناتها شوفوا هما كيفاش يلعبوا على القضايا هذه ولهذا احنا لازمنا الكل نكونوا مساندين للقضيه هذه لان هي مصيريه واساسيه لتونس العرب والديمقراطيه نحب جوست اخر كلمه ذاك نحب نشكر aussi السنديكا
اللي تندو فينا واللي تندو في جابر aussi على خاطر معناها هو كان يخدم في لي شومان دو فير وعاو لو سوتيان دي سانديكا في فرنسا وفي اسبانيا هذا ونحب زاد نذكر اذا تسعد معناها باش يوصل اللي احنا ناخذ نعمل دي غريف دو لا فان اون فا لو فير Double standard, deux poids et deux mesures. Ça c'est sûr. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.